بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معانا المكمل الغذائي دايامي أكياس بطعم البرتقال، وهو يحتوي على ألياف تعمل على تحسين وتنظيم حركة الأمعاء، ومن أهمها تحسين الهضم وامتصاص المواد الغذائية في الأمعاء، وهو أيضا يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك والانتفاخ والإسهال، حيث أنه من أكثر المشاكل الشائعة في حركة الأمعاء. فإن دايامي أكياس يعمل على تحقيق توازن أفضل في الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ والغازات، فيعتبر دايامي أكياس غذاء هاما للبكتيريا النافعة في الأمعاء، حيث يعمل على تحسين التوازن البكتيري في الجهاز الهضمي. الجرعة كيس واحد أو 2 كيس يوميا أو حسب إرشادات الطبيب. العبوة 10 أكياس. سعر العبوة 130 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.